صلى الله اليوم العالمي للسعودية، بارك الله في أهلها. الله الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبتي منورانا، حبيبتي اليوم العالمي، إنها اليوم الاحتفال اليوم العالمي للسعودية، بارك الله فيها وفي أهلها وفي العاملين فيها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي يا رسول الله. الله الله الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. بارك الله في الدكتور كمال، يصلح حاله وباله ويستره في الدنيا والآخرة. اللهم اصلح أحوال، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. الله الله الله، ربنا يصلح حالك يا فضيلة الشيخ، محرمش منك أبدا يا رب، يديك الصحة ويرضيك، الصحة والعافية. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم السلطان. نحتفل اليوم العالمي للسعودية، جميع العالم حب السعودية، فيها الخير وكل البركة، فيها ماما حفظت القرآن الكريم، حفظته وختمته في السعودية. بنسبة اليوم العالمي احتفال، بنحتفل بماما اليوم، اليوم احتفال ماما واحتفال اليوم كله، لأنها حفظت القرآن الكريم. بنحتفل في هذا اليوم العظيم، الاحتفال اليوم العظيم اليوم العالمي السعودية، بنحتفل بماما لأنها حفظت القرآن وختمته في السعودية، وأفضل دولة قرأته 30 جزءا حفظته وختمته، ما شاء الله فصل من كل سوء. يعني اليوم العالمي العظيم وأفضل يوم، ربنا يحميها السعودية وبارك فيها وفي أهلها المخلصين يا رب. الله الله على السعودية وجمال السعودية الخضراء الفيحاء. الله الله، بارك الله فيكم، يصلح الأسعار، ربنا يسعد أيامكم يا رب العالمين. بارك الله فيكم جميعا. تحب السعودية أكيد 100% حبيبتي، روحي وعقلي عاوزة تموت فيها، إن شاء الله. شوف الورد بقى، ربنا يبارك لكم، الورد الجميل. الله الله، يبارك لكم. بتحب السعودية، ختمت الكرم في السعودية ونطقته في السعودية، ما كانتش بتنطق ولا تفتح بقى. سبحان الله، سبحان من علم القرآن، سبحان علمها، علمها وفضلها وعظمها وقدرها، سبحان الله، وكل شيء خلقه فقدره تقديره، سبحان الله. يعني اليوم العالمي العظيم احنا بنحتفل بفضيلة الشيخ في هذا اليوم العظيم، يعني احتفال اليوم 91 مع احتفال فضيلة الشيخ جزي علي منصور زين، حبيبتي ماما وحباها فضيلة الشيخ عبد المجيد سيد احمد عطيه، بارك الله فيهم، ويصلح احوال العباد والبلاد يا رب العالمين. ربنا يصلح احوال العباد والبلاد، وبارك الله فيكم يا رب، يصلح احوال العباد والبلاد. الله الله، بارك الله في اصحاب الخيرات كلها، واصحاب الورد الجميل، واصحاب الهدايات، واصحاب الكلام الجميل، الكلام الطيب، اعمل الطيب يا طيب، هتلاقي كل البعيد قريب، اعمل الطيب في كل زمان وكل مكان. ارض الله واسعه، يعني يا عبادي ان ارضي واسعه فاياي فاعبد، فاياي فاعبد، اي مكان اعبدون، فاياي فاعبدون، وحدوني واذكروني واعبدوني واتقوني. يعني العباده ايه؟ التقوى، التقوى، خاف من ربنا، ما اكلش حرام، ما اعملش حرام، ما اعملش معاصي، ما اذيش المسلمين، اصلي الوقت بوقته، اخاف ربنا واعمل الحلال واكل حلال. ربنا يصلح حالكم. تنورك يا استاذنا الفاضل. بنحتفل باليوم العظيم اليوم السعودي، بنحتفل فضيلة الشيخ ختمت القرآن، الله، بنحتفل بهم بهذا اليوم العظيم، حفظت القرآن في السعودية وختمته في السعودية وقرأته في السعودية، وقيت لنشورين على العالم لعل الناس تتعظ وتتعلم، قالت لي عشان الناس تتعظ وتتعلم، يا بنت انشريني، الهي استرك، انشريني عشان الناس تتعظ وتتعلم، انا سني كبير، سني كبير وخلاص، انا بودع، خلي الناس تتعظ وتتعلم وتلجأ ربنا. قلت لها عينيا من عيني دي قبل دي، انا طلباتك اعملها لك، عينيا ليك يا فضيله الشيخ حبيبتي ماما ونور عيني. الله الله على السعوديه وجمال السعوديه، شوف البركه، البركه بتحل على، يعني اللي بيجي فيها كله بركه، واهلها طيبين ومخلصين، ربنا يبارك فيهم، في الناس الطيبين المخلصين يا رب، اصلح حال الطيبين يا رب. الطيب، ان الله طيبا لا يقبله الا طيبا، الله طيب، الله جميل، الله جميل، نحب الجمال وفي كل شيء. الجزائر بيسلموا عليك، اي سلمكم. بنحتفل النهارده بقى عشان يعني احتفال، ده للاحتفال احتفالين، احتفال اليوم العظيم واحتفال ماما فضيله الشيخه بالقران ختمت القران، يبقى الاحتفال احتفالين، والفرحه فرحتين، والفرحه كل الفرحه ختمت القران في السعوديه، يعني افضل فرحه دي لنا
على كل العالم، الأم المثالية حفظته في السعودية، أهداها رب البرية، قرآن نزل عليها نزلوا عليها وختمته في السعودية الخضراء. سبحان الله، تقول لي أنا ختمته إزاي وقرأت إزاي وخلصته إزاي؟ قلت لها ربنا فضلت الشيخة، فضلت الشيخة ماما، أنت ماما نور عينيا. سبحان الله، يعني سبحان الله، ربنا يكبر خاطرك يا رب يا رب، وحياكم الله، ربنا يبارك فيكم يا رب، اصلح لكم بالكم. الله الله، القرآن وجمال القرآن. اللهم صل على الحبيب في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اللهم لك الحمد ولك الشكر على ذلك حمدا كثيرا يا رب العالمين. ربي طول عمري يدعو لك، بيقول لك ربنا يطول عمرك عمرها يا رب. ربنا يبارك لكم يا رب، يبارك فيك يا استاذنا الفاضل، وياكم يا رب، وصلحالكم يا رب، اصلح لكم بالكم يا رب، لكم الحال والوقت يا رب، يا رب اصلح لكم بالكم يا رب. وكلام جميل، يعني قلت لها يعني لا نحتفل بهذا اليوم العظيم مع احتفالك، يعني احتفالك مع احتفال اليوم العالمي، يعني احتفال احتفالين والفرح فرحتين، ويعني لا مش قادره اعبر بفرحتي لان ختمت القران فضلت الشيخه. يا ريت اخلص ربنا يديني واخلصه مثلها، وما شاجي مثلها ابدا، لان امي ربنا فضلهم وفضلنا بعضكم على بعض. سبحان الله، ربنا يكبر خاطركم يا رب، اصلح لكم فضلت الشيخه. الله الله على السعوديه وجمال السعوديه الخضراء والفيحاء. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويمل الارض عليك يا رب العالمين. الله 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 على السعوديه وجمال السعوديه والعالم كله، مصر كله بيحتفل وبيهنونا وبيبعتوا لنا الهدايات. الله الله، ربنا يصلح لهم. السعوديه هي اللي بتدعمنا اكتر واحده بصراحه، يعني السعوديه اكتر واحده هي اللي بتدعمنا وبتشجعنا وبتطلعنا، بتقول لي استمروا مهما اهل الناس ومهما التعليقات، ما تنظروش التعليقات ولا تنظروا، قولوا وقولوا، انشروا الخير وانشروا العلم وانشروا القران، انتوا على الطريق المستقيم انشروا، يعني هم بيشجعون على الخيرات. ربنا يبارك فيهم. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك، ارحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا يا رب العالمين. لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويموت على كل شيء قدير. الف الف مبروك يا حبيبتي ختمت القران في السعوديه، انا فرحانه لك فرحه بندعي لك الدعاء احضر، ربنا يصلح لكم ندعي لك دعاء احضر يا رب، اصلح لها وبالها. اللهم امين يا رب، يكبر خاطرها واجعلها في السعوديه دائما، واجعلها تاجا على رؤوس الاشهاد يا بابا، ربنا يكبر خاطرها. ختم القران مرات ومرات، ربنا اللي بيخلي الواحد ينطق واللي يخليه يقرا، من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، هو الهادي سواء السبيل، ربنا اللي بيهدي، اللي عاوز ينهدي بالقران بيتنم يخليه شغله بالقران على طول. اهل القران هم اهل الله وخاصته، يعني اهل القران هم اهل الرحمن، هم اهل الجنان. الله الله على اهل القران، هم اهل الرحمن، هم اهل الجنان. اقرا وارتقي كما كنت تقرأ ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، كل آية بتقرأها في الجنة، كل آية تسمعها وانت في الجنة. طب ما نعمل طول ما نعيش، مش عارف الموت هيجي امتى ولا هموت امتى ولا في وقت ايه، لازم طول ما نعيش استغل حياتي، استغل وقتي بالقرآن بالصلاة على الحبيب العدنان، استغل وقتي اعيشه مع الله، اعيشه مع الحبيب العدنان صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله، ربنا يكبر خاطركم اجمعين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك، ارحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا يا رب العالمين. لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويموت على كل شيء قدير. يا رب ان شاء الله نكون من اهل الجنه ان شاء الله، ونحن واياكم يا استاذنا الفاضل. ربنا يكبر خاطره، ربنا يصلح لكم بالكم. الله الله، يعني ايه بيدعوا لي، يعني ختمت، يعني الوقت مش قادر اعبر من كتر الفرحه والكلام، عجز عن الكلام وعن الشكر لفضيله الشيخ وعن ربنا سبحانه وتعالى، لان هو اللي خلاها ختمت القران في السعوديه، وقريته مرات قرأته وختمته وحفظته. سبحان الله، تجويد وترتيل والقراءات الشطبيه والدره كل القراءات، يعني على اي قراءه تقرا ربنا يبارك فيها. اللهم امين امين يا رب العالمين، واصلح لك وبالك وجعلك في الفردوس الاعلى بقى العليين مع النبيين والمرسلين
الشهداء والصالحين يا رب. يا بابا يا رب اشفيك وعافيك يا رب، اكبر خاطركم اللهم امين. والسامعين اجمعين والمتابعين واللي بينشرونا في كل مكان وكل زمان، عاوزين المليارات، عاوزين العالم ينظروا لهذا الجمال والحلاوه من الله، والجمال والعسل والقران. قران يمشي على الارض، هي قران، قران كله اتنعصر كده قران، سبحان الله. ربنا يكبر خاطركم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. يا ارحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وانعم واكرم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. بارك الله فيكم. وفي العيد العيد هذا العيد افضل الاعياد، اليوم العظيم التاسع الواحد والتسعين للسعود العالمي، وهذا أفضل يوم وأفضل ساعة نحتفل بفضيلة الشيخة، فضيلة الشيخة ماما حبيبته النورانية جازية على منصور زينب، ختمة القرآن في السعودية. ربنا يصلح لكم وبالكم. اللهم صل على نختم القرآن أنت كذا إن شاء الله. بارك الله فيك يا أستاذنا الفاضل يا رب. من عاوز أختمه هي وربنا يطول عمرها عشان يبقى ذكرى خالدة مخلدة، لان يبقى للاب والام دول لما تعمل لابوك فيديو او تعمل حاجه وبعد كده ما تلاقيش قدامك، هتطلع الفيديو هتقعد تتفرج وتقول يا ريتني كنت كترت، يا ريتني كنت عملت اكتر، يا ريتني اكلتهم اكتر، يا ريتني شربتهم، يا ريتني عملت لهم. لان الندم بيبقى الواحد طول ما الام والاب عايشين ما حدش بيحس بيهم، لما ينفقدوا بقى يقدر بقى يحس بقى بالفراغ كله، مش فراغ بس، بالفراغ. ولا ولادك يغنوك عن امك ولا ابوك ولا مراتك، مراتك تكون شرد خليتك كرهت امك، خليتك كرهت ابوك من افعالها. قول امك ابوك اخوك، ما فيش انت الملاك انت الملاك يعني ولا ايه يعني؟ انت تلاقيك انت ما انت الشر، اللي تقول امك تبقى دي شر. لكن لما تقول ماما حبيبتي نور عينيا هي اللي ليا وقاعده معاه وباكل معاه، ما اتكلمش على حد وانا باكل معاه، تبقى عيب قوي وغلطه كبيره قوي. يعني مرات الاخ دي لما تبقى قاعده في بيت عالي وتقعد تشكي من حماتها او تشكي اللي تشكي ليه وربنا مش شايفيك، اعملي خير واتكل على الله، هيتلاقيه قدام اما تتعب هتلاقيه. لكن طول ما انت فيك صحه بقى مع فراته وتقعدي تحكي لديت وتقعدي للجاره وتشكي للجاره والجاره غاره ليه؟ هتفرح بك تقعد تسلك شويه بعد كده خلاص تقوم تضحك عليك وانت اللي بتخيب ويخيب املك وانت واهلك. لكن هي بقى خلاص سمعت لك ولكن سمعي. لكن انت اما تسكتي وتكتمي وتخليك تقولي دي ما اقولش سر حماته ولا اقول سر البيت اللي انا باكل منه اكل وعيش، ربنا هيديك ويعليك ويحليك ويخلي الناس كلها تحبك. يعني نعم الجنه تحت ام اقدام الامهات، اللي عنده ام يا ريت ما يفرط فيه تشيله فوق راسه كده، حتى لو عملت له ايه الام قلبها ابيض، الام ما بتشيلش، لو ما بتدعيش على ابن اولادها ابدا. انت اللي بتظن بقى تقول انت بتدعي عليا تبقى انت اللي شر، لان الام مش شر ابدا، الام ما بتحملش شر، الام ما بتحملش شر. ام ازاي الام؟ الام ربنا زايب عنها كل غمه وعنها كل يعني كل الهم. يعني لازم الام دي الام مدرسه، اذا اعددت شعبا طيبا اعراب اعراق، يعني لازم نحترمها في كل الاحوال، سواء تعبانه او مش تعبانه او هي وابونا والاب، الام والاب مع بعض. يعني انا مهما اتكلمت هنا ربنا يصلح لكم وبالكم. نعم حتى عايز رئيسه والله ما اتصل من بعدين هم ربنا بيقعد بيدخلوا ويطلعوا ربنا يصلح لكم وبالك. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، ربنا يبارك فيكم اجمعين. اليوم العالمي بنحتفل في هذا اليوم العالمي نحتفل بفضيله الشيخه ختمت القران كله في السعوديه، وهي اجمل دوله واجمل مكان، وهي الحصن والحصين، وهي يعني الامن للحيران يا السعوديه. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اللهم ان على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. الله الله على أجمل يوم. الله الله نحتفل بماما وفضلة الشيخة بهذا اليوم العظيم. ربنا يكبر خاطرها، حفظت القرآن، يا ريت تعملي مثلها بدل ما تتكلموا كلام أو تكتب كلام، لعل الله يوقف إيدك. اتكلم كلام طيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي. لازم ما اكتب اكتب السلام عليكم، بارك الله فيكم، وتصلي على رسول الله وتستغفر ربنا وتصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي. لازم الواحد يكتب كلام طيب جميل يبقى له في ميزان حسناته. ربنا يبارك فيكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل تحيا الاسلام والمسلمين. ربنا يبارك فيكم اجمعين، وبارك الله فيك يا استاذنا الفاضل، واصلح احوال العباد والبلاد، وبارك الله فيكم جميعا. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض يا حي يا قيوم، استرنا في الدنيا والاخره بسترك الجميل، وارض عنا يا حي يا قيوم، ارض عنا وادخلنا الجنات عاليات في الفردوس الاعلى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. يا ارحم الراحمين ارحمنا وعافنا وعف عنا يا رب العالمين. لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.